لسه لحد دلوقتي تفاصيل قضية وفاة الطالبة نيرة أشرف على إيد زميلها محمد عادل قدام بوابة جامعة المنصورة بتفرض نفسها وبتشغل كل الناس بسبب الأسرار اللي فيها، وبينكشف فيها الجديد يوم ورا يوم رغم إحالة المتهم العشماوي. لكن المثير في القضية دي بقى هو كلام الناس على نص الرسائل اللي بعتها المتهم للمجني عليها قبل وفاتها. ايه هي تفاصيل الرسائل دي وقال ايه فيها المتهم قبل ما يعمل عملته، ويا ترى ايه هي الرسالة اللي سلمته العشماوي؟ تعالوا نعرف التفاصيل اكتر في التقرير ده. اوراق التحقيقات في قضية محمد عادل ونيرة اشرف لسه فيها جديد، لكن الغريب هو نص الرسائل والمحادثات النصية اللي حصلت بينهم على الفيسبوك، وده كان على حسابات مختلفة مع حسابات تانية زي الواتساب، ودي حاجات استندت ليها النيابة العامة والمحكمة في القضية. من ضمن الرسائل دي تسجيل صوتي جه في الورق الخاص بالقضية وقال فيها محمد عادل لنيرة: هو الموضوع في الأول إن إحنا في حالة ارتباط وحب ومش عارف إيه، وفي الآخر حصلت الحوارات اللي انت عارفاها اللي مش هقعد أهري فيها كتير. أنا سمحت ورجعت تاني، قلت هنبقى أصحاب ووقفت معاكي ومفيش زميل يقف زيي. زميل إيه اللي يعمل كده؟ هاتيلي واحد يعمل اللي عملته معاكي وتقوليلي في الآخر إحنا زمايل مش أصحاب. رسالة تانية قالها محمد عادل لنيرة قال فيها: اصحاب او زمايل مش هستحمل، وبعدها عملت له بلوك. وده اللي تضمنته التحقيقات بعد فحص تطبيق التواصل الاجتماعي وتحديدا الانستجرام، واكتشفت النيابة ان الحساب يخص المتهم وبيحمل اسم نيرة اشرف، وعليه تم التقاط صور بصيغة البرنت سكرين لمحادثات نصية مع حسابين بيتعلق محتواهم بالواقعة محل التحقيق. ومن ضمنها تسجيل صوتي تاني بيطلب يقابلها وترد على رسائله. رسالة تالتة قال فيها محمد عادل: هو انت عاوزة توصلي لإيه؟ انا مش فاهم بجد. انت حاسة باللي انا فيه بسببك؟ انت مش حاسة بأي حاجة، انت حاسة نتيجة اللي بتعمليه فيا دلوقتي؟ انا مش هستحمل اكتر من كده. ايه اللي جد؟ انت مش قادرة تستوعبي اني بحبك وقلت صحاب وزمايل. رسالة بقى رابعة قال فيها لنيرة: مش عايز حاجة غير اني اشوفك. ولما تسأل في النيابة قال انه بعت لها الرسالة دي بعد ما عملت له بلوك، فاضطر يعمل حساب جديد، لكن نيرة شافت رسالته وما ردتش. ورسالة صوتية خمسة بتسجيل صوتي للمتهم قال فيها: حرام بجد اللي انا فيه واللي بتعمليه فيا. انا بتكلم وببعت رسائل ومسجات ومش طالب غير اني اقابلك قلتلك. وتسجيل تاني قال فيه: أنا حاجز لك كتب وبعمل لك في حاجات، وكل شوية أعمل لك حاجات في الكلية وما بحبش أتكلم كتير، وفي الآخر أنا مش طالب منك حاجة غير أني أقعد معاكي، مش دي صحوبية؟ وبتبقي فاتحة وبتردي على ناس تانية وأنا في 60 داهية، صح؟ أخيراً ووفقا للتحقيقات كانت الرسالة اللي اعتمدت عليها المحكمة في احالته العشماوي لما قال فيها المتهم لنيرة على الواتساب: مفيش حد غيري هيلمس منك شعرة، وطالما الدنيا مش هتجمعنا يبقى نتجمع في الاخرة. وكانت الرسالة دي اللي فرغتها اللجنة الفنية المشكلة لفحص تليفون وحسابات المتهم هي اللي أكدت نيته وتعمده ارتكاب الواقعة.